اولا كان نهني جميع الرجاويين بهذا التاهيل لنصف النهائي اللي هو تاريخي بعد 18 سنه، وكنهني جميع اللاعبين وجميع الطاقم الاداري والتقني والطبي والمكتب المديري على راسه السي جواد الزيات. زعما ما كان سهل، كانت مباراه صعيبه ماشي تقنيا، كانت كواليس اخرى كتلعب قبل من المباراه، وكان مشاكل كثيره اللي تعرضنا لها قبل من المباراه، وكانت مضايقات من طرف الجمهور اللاعبين ديالنا اللي كانت اللي خرجوا يشوفوا الملعب ورجعوا وما قدروا ما خلاهمش يدخلوا. لقينا مشاكل كثيره، هذوك الناس ديال المازنبي كانوا بجميع داروا جميع السبل وجميع الطرق باش يتجاوزوا نادي الرجاء.